نتيجة الثانوية العامة لعام 23. أخيراً انتهت امتحانات الثانوية العامة طبقاً لجدول الامتحانات المعتمد رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا الحجازي. كشف الوزير في مؤتمر صحفي طريقة وضع امتحانات للثانوية العامة وكيفية تصحيحها هذا العام. وأردف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فيدي وما صور له عبر صفحة مركز معلومات مجلس الوزراء أنه يتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة عن طريق بنك الأسئلة المعتمد من لجان الوزارة المتخصصة، ويتم سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة لكل مادة، ثم تقوم لجنة بمراجعة تلك الأسئلة قبل الطباعة لضمان الجودة وتقليل نسبة الأخطاء ولكن منع عيوب هذه الطريقة إمكانية تسريب أسئلة الامتحانات كما حدث في بعض المواقع. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. ولكان الوزير لما يتطرق لهذه السلبية بلأنه شاد وأثني على عمل تلك اللجان. ومنذ الساعات الأولى لاحتفالات الطلاب بانتهاء كابوس امتحانات الثانوية العامة تصدر المشهد نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها وكيفية الحصول عليها من خلال محركات البحث من قبل بعض الطلاب وأولياء الأمور. وقد أكد مصدر مسؤول بالوزارة بأن النتيجة سوف تعلن فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية في كنترول الثانوية العامة، أي خلال 10 أيام تقريبا. وبعد إعلان النتيجة يفتح باب التظلمات لأي طالب أو طالبة يشك في نقص درجاته عن المتوقع. وحتى تستطيع الوزارة جني بعض الأموال من أولياء أمور الطلاب لإنفاقها في مآرب أخرية هامة لاستمرارية العملية التعليمية. وكل عام وأنتم بخير، وإلي لقاء قريب بعد ظهور النتيجة وبداية مؤشرات تنسيق الجامعات الذي من المتوقع نزوله قليلا عن العام الماضي، وخصوصا بالنسبة لكليات القمة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وهندسة البترول وكليات الهندسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.